بالنسبه للنقطه الثانيه ديالك نسيت الانضمام السي يوسف الجبير وسعد حميد، فاشكر الاخوان ديالنا السي يوسف والسي عبد الحميد كان انضمام داخل التجمع الوطني للاحرار، وكان نقاش داخل المؤسسه الحزبيه. ف يعني هذا هو البناء الاساسي اللي بيناه هذا 4 سنين من المدرسه الموس داخل المؤسسه الحزبيه. يعني ولات من الصعب التخلي على بعض القرارات اللي يمكن تجيها اما تجي من فوقي. فاظن بان في النقاش ديالنا كان هناك يعني نقاش هادئ، فكانت تطلب بعض الطلبات ولا بعض التطلبات اللي يمكن كانت ما يمكنش نشوف فيها داخل المؤسسه. كان عندنا اقصى بعض المناضلين داخل الحزب اللي ضد المؤتمر 4 سنين ولا 5 سنين، فهذا كان عندنا اما اختيار غنمشيو نتنازلوا اكثر من التنازلات السابقه. فاظن بان في ديك التنازلات اللي ما قدرناش نعملوها يعني عكسنا كل ما بنينا. فاليوم الحمد لله نفتخر بهذه المؤسسه اللي بنيناها جميعا انها المناضلين والمناضلات، فهذا كيبقى اختيار واحترم اختياراتهم. كنطلب الله التوفيق لهم في استحقاق هذه، وكان هذا المنبر كان هني الاخ السي يوسف الجنود على تنقصه غرفه الصيد من جهه غرفه متوسطه، فهنيئا له. وكنطلب التوفيق للاخ سعد حميد ابشر التوفيق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.